الحديدة وجميع الجبهات، ربما تجتمع على منتصف الشهر الجاري أو ربما بعد منتصف الشهر تاريخ 17. نعم أيضا تم الاتفاق على أنه خلال هذه الأيام الفضيلة، يوم عرفة وأيام عيد الأضحى، يتم الخفض الكامل لوقف إطلاق النار. نعمل على أن يكون هذا الكلام كما قلت لك عملي، ونتمنى من الطرف الآخر أن يكون لديه، أن الميليشيات الحوثية أن تكون لديها القدرة على التأثير على مقاتليها بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.